يقع مركز القدس لدراسات الشرق الأدنى الذي يتميز بتصميمه الهندسي الجميل على جبل المشارف المعروف باسم جبل سكوبوس، ويطل المبنى الذي يتكون من 8 طوابق على البلدة القديمة للقدس وعلى المناطق المحاذية له على جبل الزيتون. والمركز الذي تشرف عليه الكنيسة المرمونية فرع عن جامعة بريغهام يونغ التي تتخذ من مدينة بروفو الأمريكية مقرا لها. المركز بالإضافة لكونه مركز أكاديمي للطلاب اللي بيجوا من أمريكا، المركز كمان مركز ثقافي بيحاول يكون جزء من المجتمع اللي حواليه، مساعدة المجتمع اللي حواليه، إن كان بتقديم شغلات بسيطة، مساعدات إنسانية بسيطة منقدمها، معونات منقدمها طلابنا جزء من برنامجهم، إنه هم بتجهيز شنطات دراسية أو صحية نوزعها على المؤسسات، على الأسر المحتاجة عن طريق المؤسسات العاملة بالبلد. ويستضيف المركز 80 طالبا معظمهم من الولايات المتحدة، ويدرسون فيه فصلا دراسيا كاملا طوال 4 أشهر، يكتسبون خلالها خبرات خارج البلاد التي قدموا منها، ويتلقى الطلاب دروسا في العهدين القديم والجديد والتاريخ، إضافة إلى اللغتين العربية والعبرية. دائما ما كنت أهتم بالأرض المقدسة وخصوصا جوانبها الدينية. هذه فرصة نادرة للعيش هنا وبركة كبيرة، وأنا ممتنة للمجيء إلى هنا لأعيش الخبرة بنفسي وأتعلم من أساتذة وخبراء رائعين لديهم المعرفة بالمنطقة. لقد تغيرت منذ أتيت إلى هنا، الآن أفهم الناس بشكل أفضل. فما كنا نتلقاه من معلومات خلال المحاضرات في الولايات المتحدة يختلف عما نراه في الواقع. بعد صلاة قصيرة يستعرض دكتور روي هاب المدير المساعد لشؤون الأكاديمية البرنامج الأسبوعي الأكاديمي للطلاب، وغالبا ما يتضمن زيارات للمزارات الدينية والمدن المختلفة في الأرض المقدسة. لدينا صفوف دراسية حول العهد القديم والجديد وأخرى تهتم بالوضع الفلسطيني والإسرائيلي، ويتلقى الطلاب دروسا في اللغة العربية والعبرية، ومعظم الطلاب من الولايات المتحدة وبعضهم من كندا، وهم بشكل عام من الدارسين في الكليات والمعاهد التابعة للكنيسة المرمونية. على هذه الشرفة الواسعة التي تقع في أحد الطوابق العليا 4 مجسمات تمثل المدينة المقدسة خلال حقبات تاريخية مختلفة منذ العقود الميلادية الأولى وحتى يومنا هذا. وفي الحديقة التوراتية المجاورة للشرفة تنتشر النباتات والشجيرات التي تتميز بها البيئة المحلية، فتضفي جمالا خاصا على البناء الجميل أصلا. وثمة معصرة زيتون قديمة يستخدمها الطلاب في موسم قطف الزيتون للحصول على زيت بنكهة الأرض المقدسة، بعد أن يكونوا قد جمعوا المحصول وهرسوه بالطرق التقليدية تحت هذا الحجر الأبيض. هنا مشهد بانورامي آخر للبلدة القديمة في القدس يتراءى للناظر عبر هذه النافذة الكبيرة للقاعة الرئيسية التي تستضيف أمسيات موسيقية محلية وأنشطة وفعاليات مختلفة.